الحظ. الفل عليكم الكل، نهاركم زين وبداية أسبوع موفقة فيها الفرحة لكيفة الأبراج الفلكية. البداية كيف العادة باش تكون مع الحمل للأسبوع الثاني من ماي، هو راهو جمعة الحظ الكبير والفيل الزين. ما تنسيش اللي حاليا القمر موجود في برج الأسد الصديق، راك باش تعيش تغييرات إن شاء الله يا ربي تكون في مصلحة الخدمة الحالية. وما هوش وحده، حتى مولود اليوم من برج الثور تستنى فيه برشا مفاجآت، ونهار اليوم يوعدك زيدا بالطاقة الكبيرة والفرحة خاصة في علاقتك بالحبيب. الجوزة هي راهي مؤشرات إيجابية، تحقق إنجاز مهني جديد، عندك الترقية وزيادة في الشهرية. والسرطان اللي حسب الفلكية جاكلين عقيقي تقول اللي الفرص الممتازة تنور حياتك أنت وباقي الأبراج المائية، راهي ترتفع المعنويات وتحقق أهدافك وتنجح مفاوضاتك. الأسد حاليا كيف ما قلنا قبيلي القمر ينور برجك، فما الحظ عاطفيا راك باش تتحمس للجديد، فما قرارات مهمة تخوض مهمة جديدة والربح بين يديكم. والعذراء هو راهو لمرة الاثنين حكينا على انه ميسيرش كانت طايح شوية وشوية منك وشوية منه، هذا كان ناويين تنشحوا العلاقة بيناتكم. عكس الميزان اللي عنده عروض مهمة، نجاحات متنوعة اللي باش تكون متالية. نتعدي وللعقرب، تتحل قدامه برشا بيبان، نزيد اللقاءات هذه يعني لقاءات الأسبوع هذا متنوعة ومعها برشا برشا ربح. القوس فرص جيدة، تأثيرات ربحة، تعيش انفراج على المستوى المهني. والجدي راهي حظوظ ممتازة وفرص نجاح راهي تزيد نهار بعد نهار، عندك ازدهار طاقة حيوية وأجواء إيجابية. الدلو راهو يحالف الحظ عاطفيا وينجح في اتخاذ قرار يخص العلاقة الحالية. ونختمون احنا مع الحوت اللي وضعيته المالية الحمد لله هي في تحسن، فما تغييرات تبدل معطيات وتعيش الفرحة الكبيرة. زيد راهو يرافقك الحظ وتنجح في اتخاذ قرار يخص شراكة مهنية، عندك ازدهار طاقة حيوية ونهارك يوعدك بلقاءات مهمة وإن شاء الله يا ربي تكون استثنائية.